لو الحكاية فيها إن فيديو. سوق أكتوبر أنشئ سنة 92 أنشئ مع سوق العبور. سوق العبور تم افتتاحه قبل سوق أكتوبر، يمكن تقريبا 94 افتتح العبور. في آخر 97 تم افتتاح سوق أكتوبر. قعدنا الثلاث أربع سنين دول عشان خاطر لو كان سوق العبور افتتح مع سوق أكتوبر كان سوق العبور هيلاقي مشاكل، لأن سوق أكتوبر قريب جدا من الكتلة السكنية، أقرب بكتير من سوق العبور. فنظرا للي حصل طبعا مع سوق رود الفرج، إنه تم نقله من رود الفرج للعبور، فقالوا لا نرجع فتح سوق أكتوبر شوية لحد ما سوق العبور يشتغل والأمور تستقر، نبقى نفتح سوق أكتوبر. وعلى فكرة ده كان من ضمن المشاكل اللي عندنا في أكتوبر، إن السوق أصلا أنشئ بقرض من بنك الاستثمار. هيئة المجتمعات العمرانية هي اللي أنشأته بقرض من بنك الاستثمار. فطبعا القرض لما قعد هيئة المجتمعات العمرانية اللي هو وزارة التعمير، اسكان والتعمير، هيئة المجتمعات العمرانية هي اللي أنشأته، ثم بعد كده قال ملكيته لمحافظة الجيزة بعد كده. فكان من ضمن المشاكل ان اصل القرض بتاع انشاؤه كان 169، لما ارجئ افتتاحه 169 مليون، لما ارجئ افتتاحه الخمس سنين دي عملت فوائد حوالي 60 مليون جنيه. فطبعا مين يتحمل ده؟ حمله على التجار، وان كان التجار ما لهمش ذنب في ده. كويس. فدي كانت من البدايات بتاعت السوق. تم افتتاح السوق في نهاية 97، وتم افتتاحه فعلا في 98، في بداية 98. عشان يشتغل السوق، انا ممكن استرسل اقول كل حاجة، عشان يشتغل السوق كان لازم يتقفل كل الاسواق الخارجية زي العشوائي ايا كان، حتى زي العبور كده، ما هو قفل سوق رود الفرج وما شابه. فعشان يشتغل السوق المركزي كان لازم يتقفل جميع الاسواق المنافسه. طلع قرار محافظ الجيزه بحظر تجاره الجمله للفاكهه والخضار فيما عدا سوق الجمله 6 اكتوبر، وغلق جميع الاسواق للجمله. يعني كل الاسواق اللي بتتاجر في الجمله خضار وفاكهه تتقفل وتغلق، تمام، ويتنقل كله لسوق 6 اكتوبر. ده القرار ده قبل افتتاح السوق. قبل افتتاح السوق. وبالفعل تم عن طريق القوى الجبريه، الشرطه جت ونقلت الناس كلهم راحوا سوق 6 اكتوبر.